بسم الله الرحمن الرحيم. لا للفساد، لا للرشوة، لا للقتال، لا للإرهاب، لا للظلم والفوضى. شعارات براقة، كلمات وعناوين صحيحة وحقيقية، تصلح أن تكون شعارات ولافتات تعلق في الشوارع فتخطف الأبصار وتأسر القلوب. شعارات للأسف رفعها الفاسدون أنفسهم، فكيف لفاسد أن يحارب الفساد؟ وكيف للمرتشي أن يمنع الرشوة؟ وكيف لقاتل أن يمنع القتال وسفك الدماء؟ وكيف لإرهابي أن يتحدث عن الأمن والسلام؟ وكيف للظالم ومسبب الفوضى أن يتحدث على القانون والعدل؟ هذا ما يحدث في بلادي بكل وضوح. هؤلاء جميعا هم من يقودون السفينة. ثورة فبراير قامت من أجل التغيير، والتغيير للأحسن والمنظم تحديدا. وبداية التغيير وبداية تغيير العقول والمفاهيم، وحدث التغيير بالفعل، ولكن للأسف التغيير كان في غير محله، فقد تغيرت الأجساد فقط وبقيت المفاهيم والعقول على ما هي عليه، بل ازدادت سوءا شراسة وشدة. وكأن الفاسدين جدد يريدون أن يعوضوا ما فاتهم في العقود الماضية، حتى إن من لم يولد منهم أو كان صغير السن في تلك الحقبة يسابق الزمن ويشتغل بعمرين أو ثلاثة، حتى إن السفينة المتهالكة الوطن أصلاً هي من سوء قيادة ربانها السابقين. جاءها قادة جدد بعزيمة قوية فتية وهمة تناطح السماء فسادا وفوضى وخيانة، فكيف بهذه السفينة أن ينصلح أمرها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في الشرق وأهلنا في الغرب وأهلنا في الجنوب. نرحب بكم في برنامجكم إشراقة وطن. نقول لكم أهلا وسهلا، وعلى بركة الله نبدأ الحلقة. وحلقتنا كالمعتاد نبدأها بالرسائل. ورسالتي الأولى اليوم إن شاء الله التغيير للأحسن، والتغيير للأصلح، والتغيير للأنظف، والتغيير للأقوى، مقصد شرعي الله سبحانه وتعالى يطالب به ويحث عليه أن يكون في تغيير. أيضا نقدر نقول أو نسموه سنة اجتماعية. سنة اجتماعية يعني تعارف عليها الناس اجتماعيا، أو بني الإنسان تعارفوا على التغيير، تغيير للأصلح. ودائما الإنسان يسعى للإصلاح، كويس. لكن التغيير يأتي من الفساد نفسه، أو من الخراب، أو من الدمار، أو من القاتل. لما يكون إنسان محترف القتل هو بروحه ويعم القتال في البلد، وجي يرفع شعار هو هذا القاتل نفسه ويقول لا للقتال، هل بيحدث التغيير اللي يبوه الناس؟ لا يمكن. لما يقعد واحد مرتشي، هو أصلا مرتشي، يمتهن الرشوة وصاحب حرفة في الرشوة، وبعد ما يحق الرشوة انتشرت والناس كلها بدأت تتحدث على الرشوة، يجي وهو يقول والله نبون نغيره، ما عادش نبون نديروا رشوة.
هل يعقل هذا الكلام؟ وهل مجرى كلهم سواء المرتشي سواء الظالم سواء اللي ضارب بعرض الحائط القانون والعدل سواء القاضي بروحه، القاضي لما يقعد فاسد هو بروحه ولا يحترم المهنة متاعه ولا يحترم الدراسة اللي درسها سواء كانت في العدل ولا في القانون ولا في الحقوق ويعم الفساد والظلم والفوضى، هل ينفع معها تغيير وصاحب الشأن هو موجود؟ إذا لما تقعد أنت مرتشي وتقعد سارق وناهب الأموال وبعدها تجي تقول والله بصراحة البلاد راه عم فيها الفساد وعمت فيها السرقة، أنا نبي نقضي على هذه الفساد، ما يصلحش ولا يمكن يجي حتى ولا يصلح في العقل ولا يمكن تقبل العقول. إذا التغيير مطلوب من أهل الإصلاح أو على الأقل الناس اللي ما فيهمش هذه الصفات، سواء كان من فساد سواء كان من ظلم سواء كان من فوضى كذا كذا، سواء من كان إرهابيين إرهابي مثلا، انتشر الإرهاب عن طريقة أو انتشر الإرهاب وهو موجود وهو معروف أنه هو إرهابي قاتل، يجي يقول والله أنا بنقضي على الإرهاب، من اللي بيصدقه؟ لا لا، هو عبارة عن يجيب لنا إرهاب بس بشكل آخر بأسلوب آخر. كذلك المرتشي، وتو شوفوا فيها نحن لما قامت ثورة فبراير قامت للتغيير للأحسن أو طالبت بالتغيير الصحيح السليم وقضت على القذافي وزمرته، لكن للأسف اللي صار عندنا احنا غيرنا أجساد، جت أجساد أخرى، ما غيرناش مفاهيم وعقول، لا لا، غيرنا أجساد، جسد حولناه إنسان هكي ظاهر حولناه وجبنا إنسان آخر، جبنا إنسان آخر متعطش للأسف، متعطش للسرقة وللنهب وللفساد وللخراب، وكأن الإنسان هذا يبي يعوض السنين اللي فتنا ما دارش فيهم فساد. حتى المصيبة، حتى الناس اللي يعني تقدر تقول ولدت بعد القذافي أو يعني أثناء القذافي ما طقوش، يعني هم ما مارسوش الفساد، الآن لما أتيحت لهم الفرصة دخلوا في الفساد بقوة وكأنهم يعوضوا سنين اللي ما كانوش مولودين فيهن أصلا هم أو كانوا فيهن صغار السن. فقضية التغيير قضية مطلوبة لكن تكون على أسس صحيحة وسليمة، ويكون أهل التغيير، أهل التغيير نفسهم هم اللي أهل صلاح وأهل خير وأهل رشاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا. وتوا توا خلونا نخشوا في الحلقة، وحلقتنا زي في الشعارات البراقة، شعارات يرفعوا فيهن وشعارات براقة يجذبا بصراحة زي ما ذكرناه كان في المقدمة، شعارات مفروض يتعلقا في الشوارع ولافتات وألفاظ وكلام، لكن في حقيقة الأمر أو في حقيقة الواقع ما فيش الكلام هذا. بدليل أول قصة متاع قصة برقة هذه، كذا أعطوني يا شباب هاي. فهذا هو الشعب العربي البرقاوي، لا خيار لكم، لا تنتظرون من أحد، خيارنا الآن تشكيل لجنة وذهاب إلى حدود دولة برقة العربية وإقفالها، لا تنتظرون من أحد، فالحرية تنتزع بالقوة ولا توهب، بالدم تؤخذ الحرية. نحن الآن أمام التاريخ، أمام الجغرافيا، أمام حدود دولة برقة العربية، فعلى أبناء برقة العربية وأبناء المجاهدين في الأشهر القادمة قد نشكل لجنة للذهاب إلى حدود برقة العربية، وستقفل حدود برقة العربية، ولن ننتظر من أحد ولن نستجدي أحد، فنحن أبناء المختار، نحن أبناء أبو مطاري، نحن أبناء جويفي، نحن أبناء يوسف بورحين، نحن أبناء العبار، نحن أبناء تهيم، نحن أبناء الوطن.
الكلام وأبناء برقة وأبناء يصلح الله الحل. هذا نوع من التغيير اللي تو حكينا عليه، ونفس ما قلت لك يعني الفاسد لا يستطيع أن يغير الفساد، والمرتشي لا يستطيع أن يغير الرشوة، والإرهابي لا يستطيع أن يغير الإرهاب، والظالم وصاحب الفوضى لا يستطيع أن يقيم العدل، هو ظالم في حد ذاته. كذلك هذي ما توه هذا خيار برقة يظن هو لو قامت برقة، إقليم برقة ودولة برقة وسميها ما شئت، ممكن حيكون له سلطان وحيكون له عز وكذا وكذا. الكلام هذا وإن كان ظاهرة لكن هو في الأساس كذب. الناس هذي ما تخدع في أرواحها، الناس هذي ما يبوا يعطوا مبرر لنفسهم للثمن اللي قدموه نتيجة الولاء لحفتر، بعد ما اتضح أن الثمن اللي قدموه من أولادهم ومن أرزاقهم كان ثمن لتمليك حفتر من برقة أو من ليبيا بالأصح. فيبوا يديروا مبرر نفسهم، لا لا نحن انظلمنا، لا نبوا نعيدوا إقليم برقة ونبوا يعيدوا أحلام الأجداد وكذا. إذا كنت تبدأ بإقليم برقة إذا أنت بتجيب يعني زي ما تقول أصول أهل برقة، يعني إذا كان جاريناك في كلامك وفي وجيجك كذا. حفتر شنو موقعه من الإعراب؟ أتمنى قبل لا تطلع في التلفزيون كنت جلست مع حفتر وقلت له يا حفتر والله راه أنت أصولك من غرب بصراحة، ونحن نبو برقة ونبو أهل برقة والحقيقة تعبنا وكذا وحقوق برقة مسلوبة. لو كانك راجل فعلا اديها، لكن للأسف سامحني يعني الكلام اللي تقوله فيه لا منطق ولا عقل يقول به، ولا هو حقيقة وصدق. يعني من كم صادقين فيه أنتو؟ أنتو عبارة عن مضغوط عليكم من جهة معينة، وإن ذليتوا من جهة معينة تبوا تطلعوا أرواحكم من كم أنتو من كمش من ذلين، وإن كم أنتو صاحب حق وصاحب، هو أصلا نحن دعمنا لحفتر كان من أجل برقة وكذا، كلام فاضي كله. ففي الأصل زي ما نقول كم فيها رحت وفيها مال ورقبة. الآن ما فيش واحد منكم يقدر يواجه حفتر ويقول له برقة، لأن حفتر مشروع ليبيا بالكامل، لا يدور في برقة ولا، بل بالعكس نقول لكم اسم برقة في حد ذاته مستفز لحفتر، خذها مني مستفز لحفتر، يشعر به اسم مقزز يتضايق منه. يا أستاذ يلي طالب بحقوق برقة، حقوق برقة، حقوق برقة لو كان يعرضوا عليك توا وكيل ولا حاجة في السفارة تروح فيها، وين برقة من طارها لطارها وبرقة وعويلة برقة ورجالة برقة ونحنا برقة ونحنا أنا وين؟ توا قاعد في الأردن يا حبيبي، أكثر من غنى بهالمواضيع وهالمويل هو هذاك، والآن يا بابا لابس لك بدلة وقرواطة وقال حرام إلا الرز في الشايبه، حرام كان قعدت في السفارة أنا يا سيدي، حسد ولا كيف الحكاية؟ حتى أنت بيصير لكك هذا إذا كان لقوك تنفع لقوك يصير منك يعني نوعا ما، لكن كان هذا لا جيهك لا جيهك أنت. يصلح الله الحال إن شاء الله. تفضل يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسالة رقم 68 وجهها إلى الشعب العربي البرقاوي العظيم من دولة برقة العربية المحتلة. وفي هذه الأيام نرى ما يحدث في برقة، وأمس وبالتحديد في عاصمة برقة التاريخية أجدابية نظرنا إلى تلك الجريمة والتفجير والقتل الذي ما زال يحدث في دولة برقة العربية. على الشعب العربي البرقاوي العظيم وأبناء المجاهدين أن لا خيار لكم إلا خيار واحد، وهو الاستفتاء وفك الارتباط مع الجمهورية الطرابلسية وفزان، غير ذلك كلام لا يجدي. هذا ما حاولت أن أوصله إلى الشعب العربي البرقاوي، أننا ما زلنا مستمرين في القضية من أجل أن تعود هذه الدولة المحتلة وينعم الشعب العربي البرقاوي العظيم بالحرية والأمان، كما أترحم على شهداء الجيش العربي البرقاوي العظيم وأبناء المجاهدين في كل تراب برق الحليب الغالية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد مراجع البرقاوي الناطق باسم جبهة التحرير. أحمد مراجع البرقاوي، إنا لله وإنا إليه راجعون. يصلح الله حالكم، يصلح الله حالكم، والله ما كم طبيعيين، الله العظيم نحلف ما كم طبيعيين. لكن الله غالب، ابتلينا بكم وخلص. قال الرسالة 68 ولا العيد 68 ولا الاستقرار 68، والله يقعدك تعد إن شاء الله حتوصل لل 100 وال 168 حتوصلهن إن شاء الله وأنت قاعد في تركينا. لا خيار إلا فك الارتباط، كلام جميل جدا، خلاص عندي فك الارتباط مع حفتر. كذاك أنك راجل يعلم الله نقرأ لك. لو كانت تعدي تفك الارتباط مع حفتر وتقول له يا حفتر انت راك من الغرب، غرباوي بالعربي فيما فوق قامته والمنطق العوج اللي ماشيين به حفتر غرباوي، يبقى يربح. عدي لها لك قول له يا حفتر ونحن نبغى نقيموا دولة برقة ولا شعب برقة ولا يعني فك الارتباط قبل ما تفكها مع طرابلس وفزان، لا فكها من حفتر قبل. وإن كان فكيتوها من حفتر والله يصح الكم، أنا من قبل قايلها الكم ونأكد الكم، فكوها من حفتر، فكوها من فرجان، وأنا نقول كم والله مبروك عليكم، ويعلم الله إنكم تستاهلوها إن كان درتوها. لكن للأسف أنتوا تعطوا في عويلتكم الحفتر، والحفتر يعد يشتغل بهم ويقتلهم ويذبحهم ويحبسهم ويشردهم، وأنتوا تجوا تقولوا والله فك الارتباط مع طرابلس، فك الارتباط مع فزان، هذا اللي شاطرين فيه انتو. لكن حفتر وعياله والرتب اللي ياخذوا فيهن والخردة اللي صدروا فيها والجعب اللي ذوبوا فيه والمصانع اللي فككوهن وهالافاريات هذين كلهم ما تقدروش. انت يا ابو رسالة 68 انت كذا دير رسالة 69 وجهها لحفتر وقول له راه عيالك كلهم خضر واليابس وعيالك قاعدين يميزوا بفلوسنا على المتوات غادي في امريكا، كذا قولها له يا شعب البرقاوي انت، يا مراجع البرقاوي انت، كذا قولها له، قول له انا راجل من برقه وعيالك كلونا راه، وعيالك سرقونا، وعيالك صمطوا الاراضي وصمطوا البترول وصمطوا الدنيا كلها، وانت تبي تقمعز على ليبيا من فوق، ولا ما تقدرش تقول الكلام هذا؟ ففك روحك من الغناوي انت، هذه برقه ما برقه وفك الارتباط ما فك الارتباط، برقه الجهاد، برقه الابطال على عيننا وعلى راسنا، وانا برقاوي اللي نكلم فيك. برقاوي ابا عن جد. والله ما تزيدوا علينا فيها، لكن بهذا الشكل هذا ضلال، هذا ضلال وضياع ومهانة وذلة. نقولها الكم بكل صراحة، انتوا تبردوا على ارواحكم بس. حقوق برقة ما حقوق برقة كلام فاضي، لما اتيحت الفرصة اللي من طارها لطارها عدوا وسيبكم كل الكم. يصلح الله حالنا ان شاء الله. تفضلوا. من هنا الأبيار المجاهدة، هذه المدينة التي قالت نعم لبرقة، نعم لواحد ستة، دائما وأبدا أبناء برقة العربية، أبناء المجاهدين، نحتفل بواحد ستة من كل عام. ما هو واحد ستة؟ هو استقلال دولة برقة العربية، الدولة العربية الثامنة في جامعة الدول العربية، الدولة العربية الوحيدة التي اشتركت في الحرب العالمية الثانية. دولة برقة العربية دخلت الإسلام بدون حرب. دولة برقة العربية جاهدت كل الغزو، الطلياني التركي والانتشاري. من هنا الأبيار المجاهدة، هذه المدينة. قال دخل الإسلام بدون قتال، وانتوا طلعتوها إن شاء الله من الإسلام، انتوا بهالمنطقة هذا إن شاء الله طلعوها بالإسلام، الله يعطيكم ما ينزعكم. قال 1/6، قال التاريخ متاعنا 1/6، تاريخ استقلال برقة مش عارف شنو، قيام دولة برقة وكلام. نبي نعرف هل يا معمر في راجل منكم كان يقدر يقول الكلام هذا؟ هتقول هو والله عافس علينا وكذا ومخوفنا، لكن كانوا في رجاله، كانوا في رجاله ينحبسوا قريب كل شهر من برقه اللي تحكي عليها
كانوا في رجال ينحبسوا على سبة ليبيا مش برقة، تمام. ولما قامت ثورة فبراير قامت من أجل ليبيا ككل، وأعطت فبراير الحريات وأعطت الإرادة الحرة ونادت بها وضحى أبناؤها من أجل هذه المبادئ وهذه القيم. جيت حضرتك أنت توك قعدت تقول دولة برقة العظيمة، وينك أنت يا حبيبي يا معمر؟ هذه حاجة. الأمر الآخر، برقة الجهاد، برقة الأبطال، برقة كذا، مش هي برقة اللي توه هذه، مش هي برقة اللي أنت تحكي باسمها، لا والله مستحيل. برقة هي اللي نادت بتوحيد ليبيا، وهي اللي نادت أن نكون قطر واحد بقيادة الملك الراحل الرجل الصالح ملك إدريس رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. وبعدين يا أستاذ أنت، بغض النظر على عفسة حفتر عليكم ولا قتل العيالكم ولا ظناكم ولا تجريدكم، هذا كله درك كم حفتر، وحفتر من الغرب ما هوش من الشرق ولا هو من برقة، ما فيهاش تزييف، هذيك واضحة. فأنت لما تجيني توا تقول لي برقة وانت تتبع في واحد من الغرب ويقود بيك وودرك في 60 داهية، إذا كلامك كذب، ادعاءات باطلة. الأمر الآخر، عيالكم اللي انقتلوا، مش عيالكم يا سيدي، خلينا في الحوسة هذيك، خلينا اللواطي من اقتله؟ الراجل البرقاوي الشيخ من المشايخ، ليش ما درت انت يا ابو صاحب الرسالة بتاع 69 بتاعك ولا 29 ولا، ليش ما درت رسالة اين دم ابريك اللواطي احد مشايخنا مشايخ برقع؟ ليش ما قلت هذه؟ ما تقدرش. برقة اللواطي ليش ما قلتوه؟ وين؟ هذا عم واحد من مشايخكم، من مشايخ برقة، وكان يحكي على برقة ويقول هاي على برقة على كلامكم. انقتل في وسط النهار والقيلة قدام الجامع طالع من صلاة الجمعة، فجروه تفجير. في كم راجل تجرأ وقال وين دم بريك اللواطي؟ إذا أنتم من كم صادقين في 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 غناوة برقة هذه؟ من كم صادقين فيها؟ بعدين الأمر الآخر، الناس تقدم لك قدام توخرش لاورة يا راجل. تو هناك واحد عيد صغير كان يزحف أو يمرد على قولكم، يزحفك بعدها صبه وقعد يمشي عليك رعي، صح؟ نقول له رد أزحفه، ما تجيش يا جماعة، كنا مطردشين احنا، التمينا أيا كان، التمينا وقعدنا دولة ليبيا بالكامل، نجي تو نقول لا ردها لا وراه بحجج واهية وكذب وافتراءات، بحجج العصابة اللي تو قاعدة، تو العصابة اللي عندكم هذه البرلمان اللي غادي غالبيته من برقة، مش مزبوطه، اسمطوكم اسرقوكم عرب برقة، مسؤولين برقة اللي تو اسرقوكم واخطفوا عيالكم، حتى النائبة خطفتوها وما ندير عليها شو نسير فيها، بقي قتلتوها وعذبتوها ويا ما درتوا، وما يقدرش واحد منكم يتكلم عليها. فبالله عليكم ركم طرطشتوا الوطن وخربتوا وفسدتوا وضيعي ويستعملوكم أدواتوا، وتو يطلع لكم حفتر في الليل يقول لكم بكرة عدوا للجعب هذا اللي قاعد البريقة وقروا لنا بيان إغلاق النفط، بينما هو البواخر بتاعته يمشن والخزينة عنده زايطة ويدعموا فيه من برا، وانت مص الليم راضي وقرأ البيانات بإيقاف النفط وعطابة الحال. يصلح الله الحال إن شاء الله. تفضلوا يا شباب. يعلم الله أن ظلمناك يا بنغازي، ظلموك هلك يا بنغازي. بالله عليك شوفها شارع المختار، ما من ذكرية تسمح فيه الحق، ما من ذكرية تسمح فيه، دمروها الكلاب، يقولون احنا عولة بنغازي، لا مش عولة بنغازي اللي دمروها، عظم ذوايح بنغازي. شوف هذي دمار شامل، يعني بنغازي والله ما تستحق هالدمار، والله ما تستحق هالدمار. هذا البريد يا احمد تذكر هذا البريد، ها البريد الرئيسي كان، شوف دماره كلها، شوف بالله عليك.
دمروها عيالها بنغازي، دمروها عيالها، ما دمروهاش لجانب، دمروها عيالها وهلها وناسها. بالله معلش سامحني، عاود لي الفيديو هذا، عاوده خليه يشوفوا الناس. بس الموك هلك يا بنغازي، بالله عليك شوفها، شارع المختار ما من ذكريات تسمح فيه الحق، ما من ذكريات تسمح فيه. دمروها الكلاب، يقولون احنا عولة بنغازي. لا مش عولة بنغازي اللي دمروها، قضم ذوايح بنغازي. شوف هذه دمار شامل، يعني بنغازي والله ما تستحق هالدمار، والله ما تستحق هالدمار. هذا البريد يا احمد، تذكر هذا البريد، ها البريد الرئيسي كان. شوف دمارك كلها، شوف اللي عليك، دمروها عيالها بنغازي، دمروها عيالها، ما دمروهاش لجانب، دمروها عيالها وهلها وناسها، دمروها وردت عليهم. يعلم الله ان ظلمناك يا بنغازي، ظلموك هلك يا ظلمناك يا بنغازي. طبعا هذا عياد الفسيي، كاتبة ما تسمى بكاتبة أولياء الدم، هذا هو رئيسها وقائدها وآمرها. قال له والله ما تستحق يا بنغازي هذا الدمار. مانيش عارف منين نبدأ لك أنا، بس من اللي دار الدمار؟ قال دمروك عيالك يا بنغازي، ظلموك عيالك، وبعدها قال اللي يقولوا عليهم عويلة البلاد، وما همش عويلة البلاد، هم ذوايح. يعني خذوا عطي في الكلام. من اللي كان عنده طيران يا سيد عياد الفسيي؟ من اللي دز براميل الحب من فوق وعزقهم في وسط المدينة، المدينة القديمة اللي كان يبي يدمرها معمر؟ أصلا معمر كان يبي يلغيها المدينة القديمة، ما يبيش كي، ما يبيش لنا تاريخ، ما يبيش لنا حضارة، ما يبيش لنا ثقافة، يبي التاريخ يبدأ منه هو، وهو تاريخه أسود أنود. لو بدأ منه هو معناها ظلم في ظلم، ويعني حدث ولا حرج. فيا سيد عياد، من اللي دمر بنغازي؟ اللي دمرها حفتر، وأنت أنت الشلة اللي استعملك حفتر أدوات، سواء أنت سواء أبو الغيب سواء محمود الورفلي، الكوميرشة هذ كلها استعملهم حفتر استعمال صحيح، وبعدها قعدتوا تتطمروا من تركينا لتركينا، اللي حصل منكم يذبه طير له راسه. بدليل أكبر مؤيد لحفتر وأكبر واحد باع آخرته ودنياه على سباه هو محمود الورفلي، ومع ذلك قطع رقبته أيضا. حتى أنت إن شاء الله جايتك القطعة بإذن الله. من أعان ظالما سلطه الله عليه. أنت أعنت الظالمين، أعنت حفتر وزبانيته والاستعمار والتدخل الأجنبي والمصريين كحكومة، دعمتوهم كلهم هذيما، ودعموكم في خراب ليبيا، في خراب بنغازي، في خراب برقة، في خراب ليبيا، في لخبطة المشهد، لخبطتوا المشهد. انتو مش كنت تحلف، انت تحلف وتقسم بالله العظيم ان كلنا تكفيريين، وان التكفيريين لا يمكن يقعدوا في بنغازي، وان الغرابة لا يمكن يقعدوا في بنغازي، حتى الدفن ما يدفنوا في بنغازي. قلتها ولا لا يا عياد؟ الفيديوهات هذين قعدات، كيف تبي تدير معانا انت؟ وتو انت جايتك من جهتين، قاعد بالمفارش انت بين الناس اللي يبوا يردوا، وقاعدين تو رافعين قضايا في المحاكم، وبين حفتر، انت قاعد في النص تو. انت مالك الا حاجه واحده، تشنق روحك، هذا اسلم حل لك راه. كما تبيش تنذل في هالدنيا، في الدنيا الا في الاخره، هذه عند الله سبحانه وتعالى. انت الافضل انك تشنق روحك تفتك، راهو دماء وخراب ودمار كلهن تعلقا في رقبتك يا عياد، كلهن. انت من رسخت للانفصال، ورسخت البرقة، ورسخت العنصرية المقيتة، ورسخت للقبلية المتعفنة، رسخت لها ترسيخ، وتو جاي تقول والله يظلموك يا بنغازي؟ مش ظلموك، دمروك يا بنغازي، انت واحد منهم. والله ما خاص كم منها خاص، ويطول الزمان ولا يكسر، كم قعدتوا أحياء؟ والله أول شيء حتخشوا للمحاكم،
وثاني شيء حتكون قطع روسك من جنك من تشاركتوا في دماء دماء ناس بحجج واهية كذب. يصلح الله الحال إن شاء الله. توا تشوف الفيديو هذا، هذا كيف خش عندنا وكيف تكلم علينا إلا من نوعيتكم أنتم، من نماذجكم أنتم. أسمعوا السيسي شنو يقول. هاي. وإن مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والميليشيات، ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التي عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، تحقيقا لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولا عهدها. لذلك فقد أعلننا ونكرر هنا أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلا في خط سرت الجفرة ستتصدى مصر له دفاعا عن أمنها القومي وسلامة شعبها، كما نجدد الدعوة لكل الأطراف للعودة إلى المسار السياسي بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار الذي يستحقه شعب ليبيا الشقيق. وإن مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلده. ايش رايك عاد السيسي قال لك بيدعم الأشقاء في ليبيا لتخليص بلدهم من الإرهاب. مش هذا اللي دعمكم بالطيران؟ مش هذا اللي ضرب درنا بالطيران؟ السيسي المجرم القاتل هو اللي يدعم فيكم يا عياد الفسيه. يبقى من اللي دمر بلاده؟ من اللي خرب بلاده؟ من اللي ظلم بلاده؟ هو انتو، انتو اللي دعمكم السيسي. بالله عليكم توصل بينا الحال ان السيسي يديرنا خط احمر في وسط بلادنا، ان السيسي يعتبر افطنه يعتبر الدفاع عن سرت امن قومي بالنسبه له؟ معقول الكلام هذا؟ معناه راحت برقه ولا شنو؟ معناه برقه محافظه من محافظات مصر ولا شنو؟ اذا كان الامن القومي متاعه يبدا من سرت وغادي، معناها برقه هذه سلامتك، معناها اقليم من اقاليم مصر. الامن القومي معناها راهي منطقه على الحدود مثلا، ها يقولوا في امن قومي قاعد فيها مشاكل وقاعد فيها كذا، لكن يجي لعند نص البلاد ونتيجة الخلافات السياسية ولا الفتن ولا سميها ما شئت، يقول والله الأمن القومي متاعنا لعند سرت ونحن مستعدين ندعم الأشقاء في ليبيا لمكافحة الإرهاب ومحاربة الإرهاب. شو رأيك يا عياد الفسيي؟ من جاب السيسي؟ من اللي عدى لعند البرلمان المصري غادي وطلب بتدخل القوات المصرية لمحاربة الليبيين؟ هذه طلبها من؟ طلبها المرعوبة متاعكم رئيس البرلمان اللي هو عقيلة، عدى في البرلمان المصري، ما صارتش في تاريخ ليبيا ولا في تاريخ العالم رئيس برلمان دولة يعدي لبرلمان دولة أخرى ويقول لها تعال احتل ليبيا أو تعالي احتلي أي بلد، ما صارتش في التاريخ. رئيس برلمان، لو كان واحد يقعد منقلب على الشرعية مثلا عسكري ويبي يغير النظام، ممكن يعدي لدولة أخرى ويقول لهم تعالوا والله أنا نستعين بكم، بكم تساعدوني باش نقعد في الكرسي أنا ولا نحكم، هذه معقول. لكن رئيس برلمان مشرع للبلد تشريعي يمشي لبرلمان آخر أو لحكومة أخرى وقول لهم تعالوا والله نحن نستعين بكم في احتلال أرضنا. خبر صار في برقة هذه مش طبيعي، لكن حاشا برقة بصراحة مش نقول لكم برقة ما طلعش اسمها إلا باسم أجدادنا هم اللي طلعوه بجهادهم ببطولاتهم بشجاعتهم بمروءتهم بفزعتهم بنخوتهم بشهامتهم، هذا مش طلع اسم برقة بصراحة. لكن اللي توا طالع لا، هذه مص عليك، لا يمثل برقة بأي حال من الأحوال، ولا يمكن يرضى عقلاء برقة بالتفاهات اللي توا سايرة هذه. يصلح الله الحال إن شاء الله. تفضلوا.
اي صباح الخير عليكم يا اهلنا في بارقة، وناركم مبروك ان شاء الله، وحبيت نبرم معيكم زيارة خفيفة كياهي، ونبي نطمنكم عزيزنا يرن وهلنا يرن والعرب ترن، وحق كتاب الله ترى هنا ما هي طايحة، والقصر اليوم ردينا والله ما هم قاعدين فيها، النواحي الاربع قاعدين فيها نحن، ترى هنا مطيهش ما تفكروش فيها بكر، خش التصوير وما تصوير وما تصوير وكذب، في جباية عارف الجباية هذه وين؟ بوابة بعد كيف ما نقول لك بنغازي ونقول لك المقرون. أنا كيف خشت الشركس يقول لك خشينا بنغازي، بنينا علي طلاق ما مش بنينا، بنينا واخذ العقل بنينا في القلب، ترونا ما يخشوهاش، ترونا قاعدين فيها وما يخشوهاش، وقاعدين فيها رجاله وقاعدين فيها هلا، وهلا رجاله من يوم يومهم، من ايام معمر وترونا رجاله، أكثر أرقام عسكرية كانوا في ليبيا كانوا في ترونا، بعزايزها بشيابها بدنيتها كلها، صاقع عليهم يخشوها ترونا كيف ما خش كان خشوا بنينا. علي طلاق خشوا ترونا خشوا علينا في القاعدة بنينا بكي خشوا علينا في الشعبية وكنا عرب ما نفرزوش في بعضنا حتى بالسلفية من الشيوخ متعادة مرتنا نسحبها لبعضنا لكن وديني وما نعبد قسما بالله ترونا ما مخشينا ترونا رجالة ونقولكم حاجة يا ضرسيدي ويا عواقير ننقلكم لموا بعضكم ونقلكم درونا كتيبة وننقلنا الشبردق والوادي الحمر من الأخير كانكم تسمعوا في كلمة كانكم تسمعوا في كلمة مراتني بننحبس عليها ننقلنا قعياد لبسي وننقلنا يا صلاح بالغيب ويا خالد بالغيب ويا عربنا الأولي أطلعوا درونا رايك اللي يجزونا في رسائل يقولنا جايينكم عند الرجب لا حول ولا قوة إلا بالله أو يا عياد لبسي أو لا تسيدك أو يعيط ويطالب بيكو تو هذا يحكي على ترهونة يقول والله ما يطايحة واقسم بالله العظيم ومش عارف شنو المهم ما خلى بيش يحلف اللي يقول ترهونة ما يطايح وبعدها في نفس الكلام لاحظته في نفس الكلام يقول ديرونا كتيبة ولان قلنا أقول لكم ما ينفع فيها إلا شبردك في الابن كيف صار تمو كنت تحكي تو على ترهونة انت تو في نفس اللحظة تحكي على ترهونة وفي نفس اللحظة يقول والله ما حد ينفع فيها لان قلنا ديرونا شبردك على البريقة ولا شاسمة ولا للحدود بتاعهم ولن قلنا ما عاد فيها خلاص عاش فيها خلاص يا راشد كلتها هنا والله ما يطيح اقسم بالله العظيم ما يطيح اكلم باي معلش انت اللي تقسم ان شاء الله تفرج علينا تو تشوف اعطونا الفيديو ايه جزيرة ترهونة هذا سنتر ترهونة في ترهونة داخل المسمار اللي حين ما جزيرة الفرناش قول احنا في جزيرة ترهونة وجاية وجزيرة بنغازي الله أكبر إدريس الله أكبر إدريس ايش رايك يا اللي تقسم بالله لكن انت عندك فيه القسم هذا مش من قبل حلفت قلت والله ما نوخرينه بعد ما شميناها بخشومنا مش عارف شنو الزبده ولا مش عارف بريوش بتاعك ولا والله ما نوخرينه وحق مش عارف من وحق تربط مش عارف من ما نوخرينه وبعدها رحتوا فيها بالكل وتو تقسم بالله هذه قبل خشتهم الترهونة شباب تقسم بالله العظيم ما يطايحها القسم عندك هنا حكاية زايطة بالكل لا حول ولا قوة إلا بالله لكن رأيت أنت رأيت ظني شفت عاد الفيديو واضح وشفت هو حالة ترهونة وين قاعدة ترهونة وعند من والمجرمين اللي عبيين عليهم أنتوا دفيتوا لهم كبوة وقلتوا رجالة وما طيحوش وقاعدين عندكم هاربين وظني شردتوهم حتى هم جوكم غادي قلعتوهم حتى من غادي شفتوا الغناوة متاعكم مبنية على باطل أصلا مبنية على باطل يا هو والمشيين يا هو أقدعوا رقم ألاف من رجالة ودرتوهم بالضلال متاعكم وبالخرافات متاعتكم هذيما أنت يا أبو 69 ولا 29 أنت بتاع الرسالة 69 اللي شعب دولة برقة ولا الشعب البرقاوي ولا مراجع البرقاوي حوسة مساكين والله حالات نفسية والله العظيم حالات نفسية القوم طلعوا قال لك من المولد بلا حمص لقوا روحهم مصفرة الحكاية عندهم لا عيل عقبوه ولا رزق عقبوه انسرق أرزاقهم وعيالهم موتوا فيطلع حكي ما تجيش لابد يدير لقطة يقنع بها نفسه وهي شنو لابد من حدود برقة يا جماعة لابد من الشعب البرقاوي والأجداد ولك اضرب خلص كلام فاضي ضيعتوا أرواحكم وضيعتوا الوطن وضيعتوا عيالكم وضيعتوا أرزاقكم وما زلتوا تلهدوا في جرة الشيب النحصف يصلح الله حالنا إن شاء الله يصلح الله حالنا تفضلوا يا شباب
نحن وفلا رقصنا الثور من بوش الرقص ومن قتل محمود ثورنا يا مراد ثور ثور هو رقصنا نحن من قتل رقصنا الثور من بوش الرقص ومن قتل محمود اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ندم عليها هيك محمود وهي كيف نحن وفلا رقصنا الثور من بوش الرقص ومن قتل محمود ثورنا يا مراد ثور ثور هو رقصنا نحن من قتل رقصنا الثور من بوش الرقص ومن قتل محمود اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ندم عليها هيك محمود مصيبتكم في القسم انتم غير كان تخطوه القسم هذا بصراحه والله ما يكسركم الا تكسير والله انت ما زلت تحكي على محمود ولا ما زلت ندمكم كلام فاضي يا رجل صفير صفير وانت لك سنه ونص توا وانت اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله كلام فاضي كله والله ما ندري عنك وين مدسوس انت والله يكون يحصلوك اظني يقطشوا لك ذنك مش اقتلوا اخوك اللي هو البطل بتاعكم بطل برقع على كلامكم ولا بطل الصقر بتاعكم ولا المهم صقر انت تسمي فيه صقر اقتلوه وعدوا وما في واحد تكلم ولا درتوا تحقيق ولا درتوا حتى تحليل ولا درتوا شيء ولا درتوا جنازة شيء قعدتوا التباكة وغادي في الخيام وخلاص واقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم على الابيض كلها على الابيض كلها والله ما كان دايرين حاجة وعافس عليكم عفسة يعلم بها الله سبحانه وتعالى يصلح الله الحال تفضلوا يا شباب أي واحد بيحمل السلاح نشوف فيه ما واحد شيء مسدس واحد الرماية العشوائية نشوف فيها هذه رأوا هذا عنده نقص في شخصيته هذا لا يدل أنه هو لا هذا نقص في شخصية لازم لما يفرغ من هو الراجل لما يشيل السلاح من هو البطل هذا كلام رأوا خطير جدا وهذا كلام ضد الشرع وضد القانون وضد الأخلاق وضد المبادئ هايس صار ضد الشرع وضد القانون وضد العرف وضد اللي والله قوية مسماري والله والله يصيرت لك تغييرة قوية بالكلة حصل دورة أنت ولا شنو ولا أصلك حتى غايب أنت رايح أنت يا مسيلم الكذاب أنت تقول الكلام هذا يا رجل أنت بروحك أنت بروحك قلت بنغازي بعد المغرب إيدك وحديدك ما نظمنا ولا واحد في هذاك الوقت قلت ولا ما قلتهاش يا مسماري قال بنغازي تو إيدك وحديدك الأمر الآخر يا مسماري مش كنتوا تقولوا إن السبب خراب بنغازي ولا برقة ولا هني هم الدواعش هم الإرهابيين وهم الإخوان المسلمين وهم الثوار وهم كذا أنكم قتلتوه اللي ما قتلتوه شردتوه هجرتوه كلها وصفت البلاد الكم الهاجري بيجي 4 سنين تو في ديكا صح؟ كيف صار معنا؟ في غلط صاير في الموضوع ولا في خطأ ولا وليش؟ ليش تو تربط فيها بالرجوله وعدم الرجوله اللي يشيل سلاح ولا يدير كملتوا بعثكم انتوا رمايه عشوائيه قاعده في الليل وفي النهار غادي افراحكم ينقلب المصايب واحزان من الفوضى بتاعكم من الفوضى بتاعكم والجهل والتخلف وهذا الجيش اللي قلتوا بنيتوه اهو عدوا له اخو محمود يبي ثار محموده اهو قربوها قاعد يطلق وقاعد يقسم بالله العظيم انه بيدير ويدير ويرد حق محمود وثار محمود يصلح الله حالكم يا اهلنا يصلح الله حالكم والله من قبل جبنا لكم الحلقه اللي فاتت جبنا لكم بوست المرعوب هذا كبير القوم اللي غادي هذا رئيس البرلمان رئيس البرلمان الليبي المنتخب في 2014 شن قال لما جول سرت وفركش الموضوع متاعهم غادي الاجتماع قال هذه طرابلس مسيطرين شو مالكم طرابلس انت مش ارتضيتوا ان تكونوا الحكومه بتاعكم في سرت وان هي الوسط وهي السنتر وهي كذا لكن المرعوبه ما هنش واللي في عقلك قرب وجابك زي ما يقولوا شن قال قال لا لا طرابلس هذه مسيطرين عليها الميليشيات ومش حنخشوها الا بقوه السلاح يعني دعوه للحرب
دعوة للقتال، دعوة لسفك الدماء، دعوة لتهجير الناس وتشريدهم، دعوة للخراب والدمار. هذا قالها من؟ قالها كبير القوم غادي الأصلع اللي غادي. شوفوا نحن الشيخ شنو يقول، وقيل من أمتى؟ من فترة طويلة. تفضلوا يا شباب. ولا شك أن الإنسان دائما يتمنى، ألا تراق دماء المسلمين، ونتمنى أن يكون المسلمون جميعا على وفاق تام، نتمنى أن نكون لحمة واحدة، نتمنى أن نكون أن تكون كلمتنا كلمة واحدة، نتمنى أن نكون جميعا. هذه هي الصورة التي نأملها ونتمناها جميعا. والله الذي لا إله إلا هو، والله نتمنى أن تقف الحرب بالأمس وليس اليوم وليس غدا. الكل يستاء من كل قطرة دم تسال، سواء في ليبيا، سواء في أي بلد من بلدان المسلمين، بل حتى في أي مكان من أماكن العالم. حتى نحن المسلمين نأسف لقتل الدابة، نأسف لقتل الحيوان. دخلت امرأة النار في هرة، حبستها حتى ماتت من عدم الأكل. هذا من الأصول الإسلامية ولا شك. شو رأيكم؟ هذه دار الإفتاء اللي تحاربوا فيها في الليل وفي النهار، ومفتي الدم ومفتي الخراب ومفتي كذا ومفتي كذا. ها؟ هذه دار الإفتاء. وشوف من أمتى يقول فيها الشيخ رحمة الله عليه اللي قتلتوه أنتوا، باش تعرفوا من الإرهابي. أنتوا اللي قتلتوه، والله يدور يدور الموضوع، وأنتوا اللي قتلتوه. كم أنتوا أصحاب فكرة القتل والدمار والخراب؟ أنتوا أصحاب فكر محاربة ثورة فبراير والقضاء على ثورة فبراير، وأي رمز من رموز فبراير لابد أن يزال ولابد أن يمنع ولابد أن يحال من الطريق يعني. فشفتوا الفرق بينه وبينكم؟ شفتوا الفرق؟ يستفتوا فيهم غادي على بيوت المهاجرين، فيقول له والله إحنا الدواعش والإرهابيين، والله الحوش بتاعهم لقيته فاضي قعدت فيه. تعرف الشيخ شنو يقول؟ اللي بيلقى الله سبحانه وتعالى، وداير روحه شيخ وحيلقى الله سبحانه وتعالى، العاقل فيهم يقول له والله هذه أمور سياسية، أرجو أن يفصل فيهن أهل الدولة. معقول الكلام هذا؟ لما الرزق ينهب يا راجل، ولا البيت ينهب، ولا يقتل الإنسان، نقول هذه أمور سياسية؟ فيش تبي تفتي أنت كما فتيت في المواضيع؟ لكن العتب مش عليكم، العتب على اللي انغار بيكم وصدقكم وفهمكم وانتو يعلم الله سبحانه وتعالى بحالتكم. لكن ريتو الشيخ نادر رحمة الله عليه. وبهذه الختمة اللي ختم بها الشيخ نادر نختم أيضا حلقتنا نحن لهذه الليلة. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة جديدة في عنوان جديد من برنامجكم إشراقة وطن. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.